من المطالب، يعني كيف ستتصرف الحزب وكيف ستتصرف الحكومة الجديدة من وجهة نظرك؟ يعني أنا أعتقد إذا تحدثت عن الحزب أنا بتحدث دلوقتي عن يعني مصر تعلو فوق جميع الأحزاب، ويجب أن تتوحد كلمة جميع الأحزاب والأطياف السياسية الآن حتى نعبر هذه المرحلة الدقيقة من حياة مصر. الحزب يتلاحم الآن مع جبهة اللجان الشعبية التي تكونت من تلقاء نفسها وتكونت من أفكار من الأهالي ومن مبادرات من الأهالي. الحزب يشارك فيها بكثافة شديدة باعتباره مواطنين وليسوا كحزب. كان ذلك ماجد الشرمية الأمين العام الجديد لتنظيم الحزب الوطني الحاكم في مصر متحدثا بذلك رجاء قنديل. وإليكم الآن تذكيرا بأهم الأمر. عشرات الآلاف من المصريين يواصلون احتجاجاتهم في ميدان التحرير بوسط القاهرة اليوم السابع على التوالي، مطالبين برحيل نظام مبارك ويستعدون لمسيرة مليونية غدا. الرئيس المصري يحاول استعادة السيطرة على البلاد ويطالب الحكومة الجديدة بإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية. وضغوط أمريكية على مبارك للقيام بانتقال المنظم للسلطة وإجراء إصلاحات سياسية. طالب الجامعين السوداني خلال تظاهرات الخرطوم بالأمس يطالب برحيل نظام الرئيس السوداني. زعيم حركة النهضة السودانية الإسلامية عضو إلى بلاده بعد 22 عاما في منفاه في بريطانيا. ونواصل تغطيتنا للأوضاع في مصر، حيث أفادت أنباء بأن نائب الرئيس المصري عمر سليمان يتوقع أن يتقدم بمقترحات جديدة في مرحلة لحل الأزمة الراهنة في البلاد. حول هذه المقترحات تحدث إلينا أشرف البربري رئيس قسم الأخبار في جريدة الشروق المصرية المستقلة. هذه المقترحات تضم حوالي 4 أو 5 نقاط بشكل أساسي، أولها اقتراح تعديل الدستور باعتباره أحد المطالب الأساسية في الجماعة الوطنية في مصر، ثانيها استقالة الرئيس حسني مبارك من رئاسة الحزب الوطني وتغيير جذري وشامل في الكثير من قيادات الحزب التي لا تحظى بالقبول الشعبي والتي يراها الكثير من داخل النظام الحاكم والخارجي سواء داخليا مسؤولة عن مصر. الوطني الحاكم، كيف يمكن ان يلبي مطالب المعارضه بتنحي مبارك نهائيا عن السلطه ومطالب طبعا المتظاهرين؟ كما يقولون هنا في مصر فان سقف مطالب المعارضه بعد ان نزلت من الشارع وبعد ان دفعت ثمن الدامية لمطالبها وطموحها اصبح هناك صعوبه بالغه في ان تكون هذه المقترحات كافيه، ربما لو ان هذه المقترحات كانت قد طرحت يوم الخميس قبل يوم الجمعة الثاني لكان الأمر كان صعب حركة المعارضة والمتظاهرين مع مختلفين. أما الآن فلا أظن ذات أيام وأن فور إعلان تعيين عمر سليمان نائبا لرئيس الجمهورية وهو المطلب الذي كان المصريون يطالبون به منذ 30 عاما خرجت الشعارات التي تناسب باختياره من جانب المتظاهرين الذين يرفعون شعار أريد تغيير النظام لا تغيير الأشخاص. الآن أستاذ أشرف البربري، يعني إضافة إلى كونك رئيس قسم الأخبار بجريدة